السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة خطواتي للصلاة والخياطة. ونبداو لا فيديو ديالنا بالصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. اليوم غادي نوريكم الطريقة وكيفاش غادي تفصلوا واحد الكسوة لعيد المولد النبوي. خديت هذا التوب، هذا التوب راه سخيخن ديال هاد الوقيتة هادي، وغادي نوريكم كيفاش غادي تفصلوها. غادي ناخدو المقاسات ديالنا، تنخليو بعدا سنتيم ديال السلسلة هانتوما، هنا سنتيم، ها هي سنتيم ديال السلسلة. دابا غادي نفصلو الورق. غادي ندير الكتاف ديالنا، فيهم 28 سنتيم مقسمة على زوج كتعطينا 14 سنتيم، ها هي 14. غندير شفاع الصدر فيه 17 سنتيم، هنايا تنخلي واحد ديال الخياطة حيت وعندي ارتفاع الصدر فيه 17 سنتيم، هاهي وتنسطر. طول تاع الحزام 32، عندي هذا المقاس اللي عندي هنا تنحطو هنا، وعندي دورة الصدر فيها 17.5، ها هو خط الكتاف، وهذا خط الصدر، وهذا خط الحزام. دابا تنطيحو الكتف 2 سنتيم، و تناخد هاد المسافة هادي تنقسمها على زوج، وعندي 6 سنتيم في العنق، وتنطيح الكتف ديالنا هكا، وتنسطر هاد التركيز هذا او الارتفاع الصدر تقويره. تنقطع الورق ديالي هنايا، تنهبط بواحد ونص حيت هذا العنق ديال الورق، واحد ونص، وتنقطع تنخلي 1 سنتيم بحال هكا،
على هذا الشكل هذا. بالنسبة للأمام ما كيكونش مفتوح، تيكون مسدود من هنايا. تنحيد هاد الحاشية هادي وهاد القياس ديال السلسلة بحال هكا. وتنخلي واحد 3 سنتيم، غادي ندير واحد البلية هنايا في الأمام 3 سنتيم 3 سنتيم ومن هنا 3 سنتيم. وتنقطع، تنديرو العلق ديال الأمام هنايا. نقصت واحد ونص، هاهي واحد ونص. هنا درنا 6 سنتيم، هنا غادي نديرو 7. هانتوما بهاد الشكل هذا، معرفتش واش كيبان ليكم. هاهي واحد ونص اللي قطعنا، هاهي راني عبرتها، وهاهي 7 سنتيم. تنقور التقويره ديال العلق وتنقطع. ممكن انكم تخدموا لبناتكم كسوات زوينين وفي نفس الوقت ما كتقامش عليك داك الثمن اللي غادي تقام عليك هذيك الكسوه المشريه، تيكون الثمن ديالهم طالع. انت تبغي الخاطر شويه، ولكن ملي تتخدم شي حاجه بيديك واخا هكاك كتكون عندها واحد القيمه. ها نتوما ديك 3 سنتيم ديال البلي ديال البليه، ها هو الامام وها هو الوراء ديالي. دابا بقى لينا داك الطرف اللي تيكون لتحت. غادي ناخذ القياس ديال هاد الربوع هذا، عندنا فيه 20، غادي نتنيو الثوب على 4. لا هاد لا جوب هادي ما بغيتش فيها لي فرونس. تنهبطو بواحد 4 سنتيم من جهة الوسط، الجهة المفتوحة حنا راه تنينا الثوب على 4، والجهة المفتوحة هي اللي غادي تجينا الوسط. الطرف غادي يجينا مسدود وطرف محلول. غادي نهبطو قلت لكم ب 4 سنتيم، وتنعبر من ديك 4 سنتيم 20 ديال ربع دورة الصدر، باش تجينا من الامام تجينا هابطه، ومن الجناب تجي مقوره. المهم درت هاد الطريقه، هادي طريقه جديده هانتوما. وتنعبروا من التحت 45 سنتيم، كنبقاو 45 وتنسطروا. تنقطع من هاد، تنقطع بحال هكا، وتنقطع هاد البلاصة هادي على هكا. ومن هنايا تنزيدو واحد 2 سنتيم ديال
ديال التخفيفه. هاد لاجيب كيما قلت لكم ما كتكونش فيها لي فرونس، كتجي هكا كلوش، كتجي شويه بحال ايفازي بحال هكا. ودابا غادي نوريكم الطريقه ديال الخياطه. غادي نخيطوا الكتاف مع الكتاف والجناب مع الجناب، وهاد البليه هادي هاد 3 سنتيم اللي كنت قلت لكم وسطرناها ها هي، غادي نخيطوها من هنايا. ها نتوما راه كنت مسطراها، هي لا كريمه مابقاش باين بزاف، حتى هي غادي نخيطها من هنا باش ما يجيش الفيديو طويل. والتفاصيل ديال الطريقه ديال خياطه فستان راني غادي بالتفاصيل ديالو راني غادي نحطو لكم في صندوق الوصف اللين ديالو. غادي نخيط كما قلت لكم الكتاف والجناب، وغادي نخيط معاه هذيك لا جيب هذه، ونرجع نوريكم النتيجه اللي حصلت. ها هي الكسوه ديالي بعد ما جمعتها، جات على هذا الشكل هذا. ها نتوما كما قلت لكم ما لما فيها لا لي فرونس لا حتى حاجه من هذه الجهه هذه. وعندنا هنايا هذه البليه هذه غادي نصلحوها، غادي نحاولوا نصلحوها هكا. اشنو بقى لينا؟ بقى لينا الكمام والتزيين. غادي ناخذ هاد الدونتيل هذا اللي على هذا الشكل، لان هاد النقط اللي تيبانوا لكم ماشي في البيض، راه هما في الموف مفتوح، الموف بحال اللون ديال هاد الدونتيل هذا. غادي نديرو من جهة الكتاف من هنايا بحال هاد الشكل هكا، وغادي نديرو من الجهة الأخرى باش نقادها هاهي. غادي نجيبو من جهة هاد الكتف. أنا نوريكم القياس باش غادي نخدمو. هنايا غادي نديرو جوج سنتيم من هاد الجهة هادي، ومن هنا غادي ندير تقريبا 6 سنتيم بحال هكا، وغادي نسطر. ها نتوما بحال هكا، وغادي نخيطو بحال هاد الشكل هذا. حيت مازال ما تصلحاتش هانتوما، وغادي تجي عاود في هاد الكتف الاخر بحال هاد الشكل هكا. وبطبيعة الحال غادي نديرو من التحت، من التحت من هنايا غادي نخلي واحد 6 سنتيم، وغادي ندوزو هاد الدونتيل هذا غادي ندوزو هنايا، نحسب واحد 6 ولا 7 سنتيم وندوزو هكا. كيفاش غادي نديرو ليها؟ غادي نحسبو هكا 7 سنتيم، لان الكسوه راه ما عريضاش بزاف، ما درتش فيها لي فرونس بحال الاولانيه اللي كنت فصلت معاكم. غادي نبقى هكا 7 سنتيم، 7، وغادي يجي هاد الدونتيل هذا هاد الوريضات هادو في التحت بحال هكا. انا غادي نخيطها ونرجع معاكم. انا دابا بغيت نخدم معاكم واحد التشكيله ديال الكساوي ديال العيد، وهذا هو المضيف الثالث. انا وريتكم التزيين كيفاش غادي يكون، ونرجع معكم نوريكم النتيجه الاخيره. ها هي الكسوه ديالي بعد ما ساليتها، جات على هذا الشكل هذا. ها نتوما جا في هذا الحزام من الامام، ها نتوما، والوراء جات فيها السلسله، ها نتوما، وجات مقوره من التحت بحال هكا.
صراحه جات زوينه وراقيه، وهاد الحزام زاد ليها هاد الجماليه الصراحه. انتوما راني درت في الحزام نفس هاد الدونتيل هذا اللي درت في الكسوة. ها هو، وهذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم. نتمنى تكونوا استفدتوا واشتركوا معايا في القناة باش يوصلكم الجديد ديالي.